كانوا المسيحيين مهددين من قبل داعش، يعني قبل ما يفوت داعش. يعني لحد هل لحد يوم اللي طلعنا احنا كنت انزل للمصلى لازم الزم البس حجاب والبس طويل والبس شيء يعني فضفاض يعني حتى لا ابين مسيحيه. يوم من الايام كان يوم ثلاثاء يصادف 10/12، كنت قاعد بالمحل انا واثنين اصدقاء، والعلم الاصدقاء كانوا اسلام من الموصل، بس احنا يعني عندنا تقريبا اكثر من 10 سنوات نشتغل سويا. ورشه مال المحل عندنا مال حداده، صاحب المحل طالع، احنا عمال نشتغل بالمحل، طبقت علينا السياره سوداء، نزلوا اربعه ملثمين ضربونا بالسلاح. واحد من جماعتنا مات والاخ صوب، انا طلعت كل شيء ما بي الحمد لله. الشرطه واقفين مع اليوم ما يتدخلون، يعني يصير احداث الشرطه ما يتدخلون. يوم الجمعه على الظهر على العصر جالي تليفون رقم غريب، الو مرحبا، قال لي انت امير؟ قلت له يا امير. قال لا صدق انه خلصت التمرين دينا، وين ما تروح روح وراك الا تطلع من هذا البلد او نقتلك انت وجهالك. فاضطرينا نطلع، خفت على زوجي لانه هو التهديد اجى شخصيا له، خفت عليه وعلى اولادي ليخطفوهم، لانه صارت احداث خطف هناك كثيره خاصه المسيحيين. فلي ما سويت الاجراءات وكملت واي، وجيت يوم 25/2 انا طبيت العمان لما طلعنا من الموصل. يعني كان هم كان في قتل المسيحيين وقتها، قلنا داعش يعني احسن احتمال يحمينا، وبالفعل ما صار لا تفجيرات ولا شغلات قتل من فات داعش، بس هسه ما نعرف ليش صار هيك. انطوهم الامان وبعدين خانوهم. اخواني كلهم بالموصل، بيت اهلها بالموصل، امنوا المسيحيين بالموصل داعش. احنا اجينا جاي نطلع الحكومه بس نسقط المالكي، ما اجينا نأذي الشعب. فعلا يوم يومين ماكو شيء ماكو شيء. لي ما اجمي اول يوم اجا دق الباب، شنو انت مسيحي؟ خلوا حرفنا. بعدين وراها من خلصوا الجرد على البيوت المسيحية قاموا يسوون تصفية، اطلع اطلع. هم من طلعوا من الموصل قالوا لهم انتوا وين رايحين؟ قالوا لهم فلان مناطق، قالوا لهم يعني يلا طلعوا ماكو فد يومين ثلاثة شوفونا يمكم نوصل لكم، وين راح تروحون يعني؟ واخذوا المستمسكات والفلوس والغراض اللي يعني لهم كلها شققوها قدامهم قدام عينهم ذبوها، والمصوغات الذهبية وهذه كلها اخذوها من عندهم اعتبروها غنايم. هي صارت لو تدفع الجزية لو تغادر لو تسلم لو تقتل. لا المغادرة. ليش؟ الجزية ايش قد يدفعون جزية؟ اليوم يدفعوا وبكره 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 يدفع، على طول يدفع جزية. احنا خايفين عليهم، هم من ما يعرفون شلون يتصرفون بعد. طب ليش ما يجوا على عمان؟ ما عندهم لا فلوس ولا جوازات. يعني صارت شغلتهم كثير صعبة. عندك امل ترجع للموصل؟ مستحيل. ليش يعني ليش ارجع؟ بيتنا خسرناه. الوظيفة خسرتها، أطفالي راح السنة من عندهم بالدراسة أمي، يعني على إيش أرجع؟ أنا ما مو بس من الموصل للعراق، يعني ما أتصور أرجع بعد. ليش؟ على هاي الوضعية ما أقدر أرجع، لأنه لا أنا عندي مستقبل ولا جهلي عندهم مستقبل بعد. أطفالي يعني ثلاثة عندي أطفال، أتمنى يكون لهم مستقبل، بس بالعراق ما أكو مستقبل. أنا يعني هسه أتمنى أهلي وأهل زوجي كلهم يطلعون، المسيحيين كلهم يطلعون، لا يبقى ولا واحد هناك.